قصر على دي اس ال مع اي ام دي اس ال. داونلود الاغاني والافلام والبرامج قصر وتشات مع صحابك وشيك ميلة قصر. اتصل على 19910 وهات دي اس ال من اي ام من انترنت مصر. من الشروق الألاف يؤدون صلاة الغائب على قتيل الشرطة في الأسكندرية تحت حصار أمني. شقيقة المجني عليه كان لديه تسجيل لضباط شرطة يقدمون المخدرات للمخبرين، ومن الوفد الجماهير الغاضبة أدت صلاة الغائب على روحه ونددت بالجريمة الوحشية. العفو الدولية تطالب مصر بالتحقيق في مقتل شاب الأسكندرية، وشقيق الضحية يقول قتلوا انتقاما لفتح قيام الضباط باقتسام شحنة مخدرات. من الدستور أسرة قتيل الشرطة تفجر مفاجأة. ضباط ومخبره سيدي جابر انتقموا من خالد لنشر فيديو على الفيسبوك يصور عملية توزيع المخدرات بين العاملين بالقسم. الداخلية تتهم القتيل بالتهرب من أحكام القضائية وأسرته تتحدى. لا يوجد لخالد سابقة واحدة وموقفه من التجنيد سليم. من الوفد تصاعد الغضب ضد مقتل الشاب السكندري وبلغات للنائب العام لإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة والإفراج عن المتظاهرين. وقفات احتجاجية أمام الداخلية والقضاء العالي ومطالبة مجلس الشعب بتشكيل لجنة تقصي حقائق. ومن المصري اليوم صديق القتيل خالد ابتلع البانجو أمامي خوفا من المخبرين. والدته ابني كان يدخن الحشيش. وصاحب مقهى الإنترنت يقول المخبران قيداه وضرب رأسه في الرخام. من الجمهورية هذه هي حقيقة شهيد البانجو كما وصفته جريدة الجمهورية. مدمن وسوابق سرقة وسلاح أبيض وتحرش وهروب من التجنيد. غد نور و6 إبريل يحرضان الإسكندرانية على التظاهر وصورته بعد التشريح. ومن المصري اليوم المئات يؤدون صلاة الغائب على قتيل الشرطة والداخلية الطب الشرعي لم يثبت أي إصابات. والله يعني طبعا حضرتك ملاحظه ان المعلومات اللي جايه في الموضوع متناقضه. يعني اولا اسره القتيل بتقول انه قتل على يد الشرطه، الشرطه بتقول انه ابتلع بانجو ومات من اثر ابتلاع البانجو. احنا طبعا معانا يعني بعض مشاهد من تظاهرات كانت بعد اداء المصلين والغاضبين لصلاه الغائب على روح خالد سعيد، ودي صورة لغالبا مدخل العمارة اللي تم ضربه فيها، وهنا صورته للأسف الشديد قبل وبعد. طبعا الداخلية بعتت لنا يعني بيان امبارح، وكمان تلقينا اتصال من إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالداخلية يؤكدون ان هذه الصورة بعد التشريح، وانه هذا القطع الذي في الوجه كان محاولة للتشريح للوصول الى القصبة الهوائية لاستخراج السيجارة او اللفافة، لفافة البانجو التي ابتلعها خالد حسب رواية الداخلية والتي ادت الى وفاته. ولكن الكل يؤكد ان يعني من شهود العيان انه تم ضربه بقسوة، وان المخبرين قيدوه وضربوا رأسه في رخام مدخل العمارة، بالإضافة إلى ركله بالأقدام وضربه بشكل كبير جدا أدى إلى غيابه عن الوعي واصطحابه فيما بعد. وبعد 20 دقيقة رجعوا ويعني تركوه جثة هامدة. إذا بقول حاجة، الداخلية بتقول أن تقرير الطب الشرعي بيقول أن ما فيش إصابات، وأن هذه الإصابات نتيجة التشريح. لكن في النهاية احنا يعني الداخلية طرف في الموضوع، وبالتالي ما ينفعش تقول انه قتل او لم يقتل على ايدها. نمرة اثنين، اهل القتيل ايضا طرف في الموضوع، وممكن يبقوا متأثرين جدا بوفاته ويقولوا اراء ليست مبنية على معلومات. وبالتالي احنا عايزين طرف محايد يقول لنا ماذا حدث في قصة هذا الشاب. وهذا الطرف ممكن من عندنا احنا، اللي هو عندنا حاجة اسمها المجلس القومي لحقوق الانسان. هذا المجلس ده من صميم عمله ان هو يعمل يعني بنناشد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي ان هو يعمل لجنه محايده وتقول لنا هذه اللجنه هل قتل هذا الشاب خالد ولا على يد الشرطه ولا هو ابتلع بانجو ومات من اثر ابتلاع البانجو.
لابد من لجنة محايدة تقول لنا، لأن الداخلية طرف ما ينفعش تقول، أهل القتيل طرف ما ينفعش يقوله، اللجنة المحايدة هي اللي تقول لنا، وهي اللي يبقى رأيها مصدق ويؤخذ به. سمعنا أن أسرة القتيل تقدمت ببلاغ إلى النيابة، وأن النيابة يعني المفروض بدأت أو ستبدأ التحقيق في هذه الواقعة. وسمعنا كمان أن منظمة العفو الدولية طالبت مصر التحقيق في هذه الواقعة. وسمعنا كمان أنه خلال لقاء دكتور البلادعي بالأمس بالمواطنين المصريين أو الجالية المصرية في لندن، كان هناك وقوفا دقيقة حداد على روح خالد سعيد، وطلبوا أيضا بالتحقيق في هذه الواقعة. وعندنا كاريكاتير النهاردة في جريدة الوفد عن التقرير الطبي في وفاة مواطن الأسكندرية، ضابط شرطة واقف وطبيب قاعد وراء مخبر حاطط يصوب مسدسه على رأسه، وبيقول الدكتور بتاعنا والدفاتر بتاعتنا. طبعا على وزن الفيلم القديم، عشان كده بقول لك ان ما تقدريش تقولي او ما تقدريش تاخدي براي الداخليه، مش اتهام للداخليه وانما لانها طرف، ما ينفعش تقول او تحكم على الموضوع، لازم يجي طرف ثالث خارج القضيه كلها وهو اللي يحكم، هو اللي يقول، والطرف ده هنرتضي بحكم المجلس القومي لحقوق الانسان لانه نشا في الاصل ليدافع عن حقوق الانسان في مصر. هذا المجلس مطلوب منه يقول لنا هل خالد قتل بالفعل على يد الشرطة ولا مات؟ هل تتوقع أنه المجلس يتحرك، خاصة أننا لم نسمع أي تصريح من مسؤوليه؟ الشيء الغريب أنه أنا قعدت أدور نضع في الجرائد على أثر لأي كلمة صادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن هذه القضية، ما لقيتش ولا حرف، في حين أن ده صميم عمله، يعني المجلس القومي لحقوق الإنسان نشأ في الأصل ليدافع عن حقوق الإنسان في مصر، فإذا لم يكن مجلس القومي لحقوق الإنسان موجودا في قضية مقتل شاب بهذه الطريقة، فمتى يتواجد المجلس ومتى يكون له دور؟ الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس يجب أن يكون متواجد من خلال المجلس في هذه القضية، المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس يجب أن يكون متواجدا وبفاعلية في هذه القضية ويقول الرأي العام في مصر ما هي بالضبط حكاية الشاب خالد. معنا على التليفون أستاذ مصطفى فتحي مراسل جريدة شروق بالأسكندرية. صباح الخير يا أستاذ مصطفى. صباح النور. هل في أي تفاصيل جديدة غير الأخبار اللي منشورة وبيتوالى نشرها عن يعني حادثة مقتل خالد سعيد؟ والله امبارح احنا قابلنا المحامي بتاع من مركز المدين لعلاج تعزيز الضحايا، وأكد لنا أن الورق طلع للمحامي العام اللي اطلع عليه فقط، وقال النيابة أكدت أن عدم مرور تقرير الطب الشرعي الأساسي. لا ما سمعتش دي يا فندم، النيابة أكدت إيه؟ عدم ورود تقرير الطب الشرعي. عدم ورود؟ تقرير الطب الشرعي. عدم وروده إلى مين أو وروده إزاي يعني؟ إلى النيابة، يعني التقرير الشرعي ما جاش للنيابة أصلا. لم يصل إلى النيابة حتى الآن. أيوه. طب وده بيدل على إيه؟ بيدل على البيان الوظيفة الداخلية غير صحيح. هو مقتل الشاب ده اللي هو ايه بلع البانجو ده ازاي؟ اديك حضرتك شفت الصوره بتاعته شكلها ايه؟ طيب الداخليه بتتكلم انه هذه الصوره هي بعد التشريح. لا ما ينفعش اصلا، لسه المحامين طلبوا تشريح الجثه تاني. طلبوا بتشريح الجثه مره تانيه. طيب ماذا عن يعني ما قاله زميل يعني القتيل خالد سعيد بانه بالفعل ابتلع سيجاره البانجو خوفا من المخبرين؟ لا كلامه غير صحيح طبعا، عشان شهود العيال اصلا اكدوا ان المخبرين دخلوا السايبر وخدوه وضربوه بره في الشارع، بعد كده اخذوا الاسم، بعدها بنص ساعة جم رموا نفس المكان تاني وطلبوا الإسعاف عشان يبقوا موقفهم. طيب إيه حكاية الفيديو اللي موجود دلوقتي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بيصور يعني البعض داخل كما يقال قسم من أقسام الشرطة بيتقاسموا في ضبطية مخدرات، ما علاقة هذا الفيديو بخالد سعيد وهل فعلا ليه أي أثر في يعني هذه القضية أو هذه الجريمة؟ والله احنا امبارح انا كنت مع اخو المجني عليه امبارح، فقال لي سبب التعذيب ده كله الفيديو ده، عشان الفيديو ده اصلا خالد الله يرحمه نشره على الفيسبوك او على النت. نمرتي احسن من نمرتك، نمرتي اسهل
زيرو 3 7 5 3. السايت بتاعي ما فيش زيه. أكيد لأن اي ام تقول أحسن منه. تقدر تدخل على أدخل على الهوت ميل والياهو تشات والفيسبوك وكل ده من داخل www.imtool.com. لكن قول لي من السايت بتاعك تقدر تدخل على التوظيف؟ تقدر تصمم إعلان وتعلن عنه داخل السايت بتاعك؟ تقدر تشوف فيديوز على اليوتيوب؟ تقدر تدخل على جوجل توك؟ أنا أقدر أعمل كل ده من www.imtool.com.